السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على نبيل بن طالب، يعني وين تلقى تهميش مدة 4 سنوات كاملة بعد ما جاء رئيس الاتحادية مولا ماسيا. يعني وشاهدنا المدرب، واحد المدرب جاي في افريقيا الوسطى، نجي واحد الافريقيا الوسطى اللي قالوا له في الكانابليس بعد كاس العالم، بعد كاس افريقيا، قالوا جبدوا له على بالفوزيل، جبدوا له على بن طالب، قالوا بعث ناس اللي يديروا مشاكل. خرجوا، خرج هذاك مول باسينا ولا يقول له هذه راك عارف روحك شنو درت، طرت تجمعات راوراوا يا ولدي تربح غاديك، راه يلعب لك بجماعة راوراوا، راه في ربع سنين هو يدور ويدور ويعاود ولا سونتي. قلنا له كنت نقول له يا ولدي روح جيبو ديرو سونتينا، راك انت بريكولي ستامبريكولير. قلت له انت ستامبريكولير، انت مدرب تاع افريقيا الوسطى ستامبريكولير، تبغي تبريكول، تبغي تتفلسف وتطيحنا على لساننا. كيما انا اللي ربحت مكاش جزائري قالها لك، قال لك بلي هذا المنتخب، هذا المدرب تاع منتخب افريقيا الوسطى نهار اللي ربحنا 1-0 في الكاميرون، قلت لك يا المدرب تاع افريقيا الوسطى، قلت لك حنا رانا ملاح بصح الا تفلسفت غادي ما نروحوش كوب دي موند. خرجوا الناس يعايروا، قالوا لي انت راك فرحان، انت حنا فرح، حنا ربحنا. قال لك لا راك هاي غايضتك مي ربحنا، يا ودي ربحنا يا ودي، ما روحت هاي غايضتني، ما روحت، افرحت ما روحت، ازعفت ما روحت. تبلعت ديك الليله ما توكش نهدر صاحبي، 10 ايام وانا ساكت، 10 ايام مش بعدت ليش نهدر، 10 ايام دي 10 ايام، 10 ايام بالتمام والكمال. قلت لكم ما توكش نهدر على 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 الاقصاء تاع المنتخب الوطني، ما نجمتش. صدمه، رغم ان نعرفوا باللي كاين ناس ما خدمتش، ناس ما خدمتش، كاميرون خدموا، حنا ما خدمناش. احنا مباراة اللي بغينا نلعبوها الأخيرة أمام الكاميرون بغينا نديروها احتفال، ماراكانا، ماراكانا، واه واه، ماراك ماشي ماراكانا، تاع الأخرى بوكا جينيور، بوكا جينيور، لي سيبورتير تاع بوكا جينيور. الخطة هذيك اللي تلعب بيها، الخطة اللي تلعب بيها، على بالك يديروا لك يرسلولك، يرسلولك يعني طيارة من الفوق هكا كاب هكا كروشي، يقلبوك يحطوك يدخلوك ويعاودو يرسلو مدرب وحداخر يحطوك في الديبي، في الديبي 5 دقايق الأولى يقلعوك ويديرو مدرب وحداخر. نتا شتو واحد يستقيل في 5 دقايق مباراة باغي تلعب يديرولو، يجيبولك يقولولك سني الإستقالة تاعك روح تشوروح، حنا باغي نروحو كوب دي موند، روح تشوروح دو درته تروا. قلت لك النهار النهار قدامنا دير القائمه، قلت لك يا ودي ماشي عيب، روح جيب بن طالب، خاصك صانع العاب، ما تجيبش بالفو. قلت لك راني خايب تجيب في غولي راه ما بليش، روح جبته، قلت لك روح جيب بودبوس راه واجد، راه مليح يعطيك الحلول، بصح انت لا، كون جبت غير عموره مع 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 راهو كيسموه مع مع مع, مع سليماني بالتحركات تاعو والجري تاعو، يعني كان غادي يدير، كان غادي يدير حاجه. انت يا ادم والناس، ادم والناس كي قعدت نتفرج فيه البارح، ادم والناس نهار اللي كان مريض من قلبه ونابولي رسلت 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 الاخرى، رسلت لك، رسلت لك الملف تاع البيلون تاعو راه مريض، ديتو كوب دافري، ونهار اللي كان مليح ما جبتوش. شي غادي تهدر. يواصل الدولي الجزائري نبيل بن طالب عروضه القوية مع فريقه أونجي الفرنسي بالبطولة البريميرليغ 1، حيث أدى سهرة السبت مواجهة كبيرة أمام فريقه نيس، يعني لونس، لحساب الجولة 14 من الدور الفرنسي، بالرغم من انهزام فريقه بهدفين لواحد، كما تمكن من تقديم كرة حاسمة لزميله قلص على إثرها الفرق. ويؤكد متوسط ميدان الجزائري نبيل بن طالب من أسبوع إلى آخر بأنه استعاد كامل إمكانياته البدنية والفنية، حيث أضحت آمال كل عشاق لونين الأبيض والأسود معلقة عليه من أجل محاولة إنقاذ الفريق من شبح السقوط إلى بطولة الليغ 2 الفرنسية.
صاحب 27 ربيع تمكن صار السبت من تقديم أول تمريرة حاسمة له بألوان أنجي. الفرنسي منذ أن تقمص ألوان خلال انتقالات الشتوية الموسم المنصرم، وهو الذي لعب بألوانه لحد الآن 29 مواجهة كاملة. هو الذي لعب بألوان كاملة تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف بينما هدفين من بينها هدفين هذا الموسم أمام فريق نيس في الفوز الثاني والأخير لأنجي بالموسم أمام فريق تولوز في الهزيمة بنتيجة 3 أهداف لهدفين لحساب الأسبوع 11 من البطولة. وانخاض سبت خريج مدرسة ليل فرنسي مقابلة رقم 11 له أساسي منذ انطلاق الموسم الكروي. نتفكرهم تقول تطحنهم ما تقول تطحنهم ما تعرفهم كانوا يهضروا كيما ذاك مخنث عين عقل قال لهم لا المدرب تاع افريقيا الوسطى ما يجيبش لاعبين اللي عندهم عقليه خاسره اليوم يدلوها شاد بن طالب راه ما عندكمش الوجه قلعوا نيوفاتكم ديروا عمليه جراحيه قلعوا نيوفاتكم ما قلعوا قلعوا نيوفات بصح ما عندكمش حيث أكمل كل المواجهات التي لعبها ويملك لحد الآن 990 دقيقة لعب ما يجعله يحل في المركز السابع بترتيب العام للاعبي الخضر أكثر ظهور مع فرقهم بعد كل من زروقي بن سبعيني بن ناصر زرقان ديلور عطال الذي تجاوز عتبة 1000 دقيقة لعب. وانكشف التقرير الإعلامي الفرنسي أن اللاعب السابق لفريق توتنهام الإنجليزي يعمل بجد خلال تدريبات الفريق بهدف مساعدته على ضمان البقاء والبحث منه عن التواجد للمرة الثانية على التوالي بقائمة المنتخب الوطني على يعني المعنية بتربص شهر نوفمبر. هي مالغري شو مالغري جا منا وجا مالغري صعبين نقول لكم كلمة جماعة نقول لكم كلمة هذا المدرب جابه روطار هذا المدرب جابه روطار جبته روطار ود عمي رب العاليه جبته روطار على ما تجيبوش نهار كاميرون علاه علاه ها صاحبي علاه ها صاحبي باقي ما تبدا كوب دي موند علاه 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 حرمتنا نتايا حرمتنا يعني بالسوسيال تاعك حرمتنا من كوب دي موند علاه 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 صاحبي علاه علاه عيب عليك والله لا عيب عليك حرمتنا من كوب دي موند علاه علاه على هرتنا علاه على ود عمي علاه علاه على ما تستخدم غير خدمت خدمتك انت يا على ود عمي علاه الواحد جبت قد يورا مبليسي الواحد جبت بيغولي مبليسي هذه كاع مكاش هذه تعطيها الواحد تعطيها العدو العدو عدو تعطيها الهودي تقول له والك ليك بنصر وما يديرش هذه الحاجه ما يديرهاش والله ما يديرها والله ما يديرها يقول لك لا تعقلوا ذاك الهودي اللي كان قاعد بغانا تعطيها له تقول له اكتبها وما يديرهاش ما يديرهاش نقول لكم على ما يديرهاش نقول لك انا الشخصيه تاعي ما نديرهاش ما نستار تاب واحد انا في غوليات مبليسي ما نعيطلك قد يورات مبليسي ما نعيطلكش انا نعيط لي راه واجد عطال راك لاعب 17 دقيقه راك من جونبي المارس لاعب 17 دقيقه ما نعيطلكش ريح جيب بصح انا بنروح كوب دي موند هذه حاجه يعني حلم كاع كل الجزائريين بنروح كوب دي موند خويا انا غادي نجيب بصح لا غالب لا روحنا تقول هذو راه هذا المدرب تاع افريقيا الوسطى تقول يسمع تاع 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 الشاب حسني الله يرحمه بكري شوفوا عشقها ما دار فيا شوفوا عشقها ما دار فيا والله العظيم لا ليله الا الله محمد رسول الله والله على هاودي على سواء انا ما دام تقرب كوب ديمون ما دام ندي قوتها نبغي كنت شكون نشوفو شوفو علامنا يطلع مع الدول القويه خاطش كره خاطش علاه هذه الالعاب الاولمبيه هذه تدي تقدم دول قويه على الناس تدابز على باش تطلع اخرى دول قويه بريزيل 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 بس تصدر اللعابه الارجنتين مارادونا مي تقول مارادونا تفكر الارجنتين احنا ثاني لازم مي تقول لازم عندنا لعابة سبحان الله عندنا أرمادة تاع اللعابة لو نورمال حنا نروحو كوب دي موند كيف ما روحناش كوب دي موند لازم محاسبة هذه لازم محاسبة كيف ما روحناش كوب دي موند الرب هلا ما روحش كوب دي موند على ما روحتش عليه حصل لينا في كاساماني جياح بلا ما تنساو اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا
الفيديو، وان شاء الله معكم ديما بجديد، وابونوا معنا صعيدوا خاوتي.